السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للبيع شقة في منطقة يرنجة، طبعا شقة داخل مجمع سكني زي ما انتم شايفين. احنا في الدور السابع، عندنا مصعدين، الدور الواحد فيها ثلاث شقق. طبعا مجمع سكني مخدوم كاملة الخدمات. احنا الان في الدور السابع مثل ما ذكرت لكم. مساحة الشقة 175 متر مربع، وهي عبارة عن ثلاث غرف وصالة. اول ما ندخل هنا عندنا عند اليسار مساحة كبيرة وشرحة، هنا عندنا الصالة أيضا مساحتها كبيرة وشرحة ما شاء الله، وإطلالة كاملة على المدينة وعلى البحر. طبعا الواجهة الأمامية قزاز حتى تكون الإطلالة أجمل زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله، إطلالة كاملة على الطبيعة والبحر. هذه الصالة. ميزة الشقة فيها تدفئة أرضية وهذه مرغوبة. طبعا هنا عندنا الممر مدخل الشقة، انترفون فيها كاميرا أيضا. على يسارنا هنا عندنا المطبخ ايضا مطلة على البحر على الطبيعة. هنا راح يكون المطبخ. هذه البلكونة الامامية مشتركة بين الصالة بين المطبخ زي ما انتم شايفين، مساحة كبيرة وشرحة. الان راح نشوف اطلالتها بالكامل. ما شاء الله تبارك الله، طبعا مجمع سكني متكامل قريبة من المطار زي ما انتم شايفين. هذا مطار طرابزون، تبعد 5 دقائق فقط عن المطار. هذه الإطلالة. عندنا داخل المجمع مواقف سيارات مغلقة، مواقف سيارات مكشوفة، ألعاب أطفال، ملعب كرة قدم، ملعب سلة، أيضا حراسة أمنية وكاميرات مراقبة. تشطيب الشقة سوبر ديلوكس، إطلالة كاملة على المدينة على البحر. هذه من داخل المجمع مواقف سيارات، ألعاب الأطفال، أيضا عندنا الملاعب والخدمات اللي ذكرتها لكم. هذه إطلالة كاملة ما شاء الله تبارك الله. هذه البلكونة الأمامية، طبعا فيها 3 دورات مياه. الشقة تدفئة أرضية. راح نشوف الآن دورات المياه. عندنا هنا الغرفة الأولى، ايضا اطلالة جميلة على المدينة وايضا لها اطلالة على البحر. هذه الاطلالة ما شاء الله تبارك الله. نظام التدفئة في المجمع تدفئة ارضية. هنا الممر، عندنا دورة المياه الاولى أكرمكم الله. أيضا هنا عندنا مكان اللي هي الغسالة، ممكن تعمل فيها دولاب ورفوف. وهذه الغرفة الثانية راح نشوفها الآن، لها بلكونة أيضا. إطلالة جميلة جدا على البحر والطبيعة. طبعا هذه البلكونة مشتركة بين الغرفتين. عندنا هنا دورة المياه الرئيسية، طبعا فيها الأفرنج، المروش، المغسلة أكرمكم الله. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، لها دورة مياه خاصة فيها. أيضا المروش. هذه الغرفة ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة. وهذه البلكونة المشتركة بين الغرفتين بإطلالة جميلة ما شاء الله تبارك الله. طبعا منطقة يرنجة قريبة من مول الفورم، 5 دقائق تقريبا قريبة من المطار أيضا.
هذه الإطلالة الأمامية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.